أخوتي، أنا في وسط مدينة مأسكر ورانا توجور مع الحجر الصحي ضد وباء كورونا. صاحب سوبيرات ياسين مواد غذائية دار مبادرة شابة بالبزاف يوصل الطلبة تاعو للزبائن، هذا تحت شعار نوصل لك سلعتك الباب دارك، وحكا باش يشجع الناس باش يبقاو في ديارهم بلا ما يخرجوا ويكسروا الحجر الصحي. تابعوا معنا. رانا دايرين مبادرة للناس اللي دايرة الحجر الصحي تاعها تريحها في دارها، عيطونا يديروا التسوق تاعهم كيما يبغوا، عندنا كاع سلعة. شوف شا قصة يدير لكم متاع جوال حتى للدار، هادو ميسينا ندير لا ليفريزون غراتويت، ما يخلصش دورو زيادة على الحساب تاعه. بينما ربي يرفع علينا هذا البلاء، نتمنى ان شاء الله تدعم لنا هذه الهضره في كاع القدر الجزائري، كاع صحاب السبيلات، صحاب محلات اللي عندهم الواطا، كاين الناس اللي تبغي تعاون يديروا اصدقاء ليهم يعاونوا الناس في السومه، ولا ليفريزون غراتويت روسكور، وان شاء الله ربي يجازينا ويجازيهم ويوفقنا ويوفقهم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. سبيلات ياسين. سبيلات ياسين معك. بالضبط مرحبا بك. الله يبارك فيك ياسين، خاصني كوموند من هذه الدار بارك الله فيك. بدي كوموند. سيبهم بعد شنو صور هاي. صحيح خويا صحيح بارك الله فيك. تعال تجيب كونسيلي؟ بون خاصني زيت. يقول زيت. سامي زيت. بون زيت. خاصني 4 كيلو سكر. سكر. شويه مايونيز. هذا مايونيز. وجيب لي واحد عدس. عدس. وليموناد. هذا ليموناد. صحيت يا ياسين بارك الله فيك. تي بون واحد 2 مينيت ونوصلهم لك. شكرا اخويا ربي يعينك يا ياسين. صح الله يكبر. صحيت خويا بارك الله فيك. السلام عليكم جماعة. الأوبيراسيون هذه تاع جماعة لي سوبيرات لي راهم يديروا فيها يعني مجهود مليح بزاف وحاجة مليحة، وهذه ما كانش وقاية خير من الوقاية هذه. ماذا بينا حنا هذه الحاجة تتوسع والثقافة كانت تزيد تمشي أكثر من هكا وتتوسع أكثر من هكا، ماشي غير في الصوالح هذه. حاجة هذه جات صح، حاجة من عند ربي، مي بصح غادي نتعلموا منها حاجة مليحة. ليسونسيال يا جماعة ما نطولش عليكم، وقعدوا في الدار وصحبوا على اولادكم وصحبوا على بوكو بلوس بلادنا ان شاء الله. السلام عليكم.